أعلنت وزارة الداخلية العراقية إطلاق مشروع لنصب 100 كيلومتر من الكونكريت على الحدود مع سوريا كجزء من الإجراءات الأمنية لتحصين الحدود بين البلدين، كما وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنها أطلقت العمل في مشروع لتحصين جزء مهم من الحدود العراقية من خلال نصب 100 أو 100 كيلومتر من الجدران الكونكريتية شمال وجنوب نهر الفرات بمنطقة تريفاوي غربي محافظة الأنبار أشارت أيضا إلى أن نصب الجدار مع سلسلة التحصينات الأمنية الأخرى أسهم بتحقيق ضبط كبير للحدود العراقية السورية لم يشهد له مثيل طوال تاريخ الدولة العراقية وعززت وزارة الداخلية في العامين الأخيرين قوة قيادة حماية الحدود وأيضا نصبت مجموعة مخافر بنقاط حدودية بعد أن خصص أيضاً مجلس الوزراء مبلغ 10 مليار دينار عراقي بعام 2023 لتعزيز تأمين الحدود